اصل الفوريان. وانا غنوصلها دور الفوريان وانا عدك. اصل خسارتك. والله تنطوفك. حتى الا كانت تضغط عليك امك في عاد الغريتات. شتي هادشي اللي غيطرى لامك تربيو به الناس. وهادشي كاين في القران. القران؟ انت مخرجه القران سلكه. Parlons-en de ces 550 colons qui se distribuent 900 000 hectares et qui bénéficient d'importantes ristournées de prêts bancaires. Oui, parlons-en puisque vous abordez le sujet. Voilà la France de justice et de liberté qui n'a contre le Maroc d'autres gestes que les abus, les canons et les fusils. Ces mots ne sont pas les miens, ils appartiennent à Jean Jaurès. Ou encore M. Vaillant qui disait au nom du groupe socialiste « Nous pensons et nous voyons déjà se produire des faits qui semblent indiquer que des chefs militaires croient pouvoir ouvrir au Maroc un territoire de guerre sur lequel, au prix de vie française et marocaine, ils récolteraient de l'avancement et quelques galons. » الظهر كله فازق من سعد الرواح. غسيل الصوفة هو هذاك. انتوما العيالات اللي ضربكم ضربكم على الصوفة. وانت راه واخا تدعي معايا راه ما عندي ما نعطيك. الله يخرج العاقبة بخير وعلى خير. آمين. طارق طاريايو أفرحة بوبو أمولة الخيمة أعطيني البيضة باش نزوق لوحتي لوحتي عند الطالب والطالب في الجنة. ما بغيت نورث من وراه والو. ما يمكنش. لازم تورث الفلوس وكل حاجة مرافقاها. حتى من دلك فيه نصيب. الدل عندي فيه نصيب كبير. يبقى تابعني قد ما أنا عايش معاه. أنت باغي تقرا؟ دخلتيني وقلت لك لا. وشكون يقابل البهايم؟ وراه عارفك باغي نبقى سارح لك البهايم. تي دغنشت. أنا دغنشت. إيه دغنشتي. لعبوا بنا دغنش. هي ماشي انا دغنش. بسم الله الرحمن الرحيم. غادي يبدا الصداع عاوتاني. علاش لاعبين؟ لاعبين هالحمص. كملي شغلك. ولاد ما تخلاو شي حاجه اجي كوليها. ما فيهاش الجوع. ولفت. هكون بغيك. هزي السطن. يلا. اش كاين؟ بغيت ندوز للتدرس السي موسى. تدرس وتعرفي نتعلم. شو واش باقي شي واحد قدك يتعلم؟ تعلم ما عنده علاقه بالعمر، عنده علاقه بهذا واللي باغي يتعلم. وانت مالك متخرب؟ العرف عارفه، خاصني غير نطلق يدي في المرمه. كون كانوا يحطوهما شويه خلقيات كانوا يحطوك بالقله شيخ. هاو يسلموا لي السوارت ويخرجوا. فيها شي عيب؟ عيب العيوب. عيب نسول على من سايره تضحكي. عيب تسولي على شي حوايج ما فيهم غير الاذى للناس. من اديت دابا بغيتي تاذيني انا؟ والبارح عيب العيوب نهضر في موضع وحده وهي حاضره وقادره تجاوب على راسها. واش نقطع يديا؟ شو صباعي كيولاو؟ دوزي الوالد يكون يتحشمي. Tu parles bien français, Sidi Mohamed. Ouais, je France beaucoup, monsieur. Gustave Hervé n'avait pas peur d'aller en prison. Je serais ravi d'y aller, déclarait-il.
si je réussissais à empêcher ou à arrêter le massacre des Marocains. Et lorsque le président du tribunal lui demandait « Hervé, qu'avez-vous à dire ?» Il répondit « Je demande le maximum, comme Émile Zola. » Et la cour condamna Gustave Hervé au maximum. 1 an de prison ferme et 30 000 francs d'amende. خضر زيد غردات ما تاكلني منين نتوما؟ انا شاوي خيار الناس والتجود سكات قنطره ديال الكلام الا كان سكات قنطره ديال الكلام راه خصو يدوزك بغيت ندوز ولكن خايف تخلى عليا في الطريق عليك الامان ضربت 4 سنين ديال الحبس كلبي يدير اللي بغى ويمشي فين بغى انا لا 5 سنين ديال العذاب 3 خطرات وانا تنهرب وفي كل هربه تشديت زادوني عام زادوني عذاب اخر نوض سمع سبابتهم سبابتهم نوض العسكرية ما يعذروكش انت فين ساكن القوسيني باقي هو هو وعلى البلاد كاملة وممنوع الخروج من ديوركم فين غادي علاش ما سولش باغي نتعشاو الناس La répression engendre la terreur. La terreur engendre la haine. La haine engendre la violence. Et la violence appelle la répression. Ainsi, entre la France et le Maroc, nous ne cesserons d'échanger des têtes. Vous avez dit, Monsieur le Président, nous sommes tous ici en service commandé. Cela ne pouvait signifier l'obéissance à des instructions qui, assurément, n'ont pas été données au juge, mais la déférence aux impératifs de nos consciences. Oui, nous avons tous ici des devoirs d'État à remplir. Vous jugez, nous défendre. Mais votre justice ne doit pas être un simulacre. Elle ne peut pas être l'hypocrisie en grand costume. Elle doit être totale. Elle doit mesurer tous les éléments de ce dossier et en arracher la vérité humaine. La répression est facile, mais elle n'est jamais juste. Et elle est rarement habile. Dans votre accusation, vous devez chercher les êtres humains et les comprendre après. Mais après seulement, vous aurez à délibérer s'il faut faire tomber des têtes. حنا اش كنكشطو بنادم حي حنا كنجمعو الشراب ديال الموتى دويت دابا انا دويتي امتى قبيله الله ينتف لك الجدر ولا ينتف لي انا 4 ايام ديال الطريق 4 ايام ديال الجوع والنوم درت 60 حتى 20 دوار لا فندق ولا جريبة بغات تحوز عيايا وشكاتي وريني كندير نهضر بلا ما نحرك يدي بحالكم ما تضربنيش
تجاوبي. ما تضربنيش، قلت لك قبيله ما تضربنيش. بنتك هذه سيمانه باش قطعت الماء والنعمه على حساب الهضره ديال الطبيب. دريه في الحمه ديال العسكر. سمعتي اش قلت لك ولا لا؟ لا ما سمعتش. يا راه الله يلاه خرجت من الحبس. هبر بسيوف. وقطعي الحس. ولا ما قطعتوش؟ غادي دابا نوريك شحال تتسوي في سوق الدل. واسمعوا العيالات. واسمعوا الرجاله. اش بغيتيهم يسمعوا؟ انا غاده في حالي. وهذه من اليوم حرام عليها الحمام. زيد عاود. نهار الجمعه في الحمام؟ عليك المقاضة على العساس. ياك؟ والله لا خليش عليك قب صحيح العيدي. وذبو فكران حبسوا على هالمكناس دوزوا الفيرمة نصارى والناس ما لقات ما تشرب ولا باش توضى. المغاربة بنادم وما هنا في بلادهم ما ساعين حد ما محزرين حد ومعاهم شرعهم وشرع الله. قل ما في الدنيا حياة المغربي ما تنزلش وتولي ساوية قل من دبانة. الجوع والحقرة والظلم احنا ما بقيناش باغيين نعيشو تحت الدل والاستعمار. جيبوا لها بنتها تشوفها. سربي وجيبوها لها في اقرب وقت قبل ما يفوت الفوت. قتلتي امراه بزاف عليك تكون شي حاجه اخرى من غير داكشي اللي انت فيه دابا. بالسيل جبان وحقير. انا غادي نمشي للحبس ولكن كنعلمك الا قربتي لي غادي نريبك. شوف اش باقي في العشر اخوي. كاين العدس واللوبيا. العدس واللوبيا والماء ديال العدس واللوبيا والخلاص هو الاول. خمسات البونات للطبسيه وبنادم المقرد ما تيباتش عندي. البونات ديالاش؟ سكر ولا دقيق؟ اتاي لا. واللي ما عندوش البونات تخلص ريال ونص للطبسين. بنيز ناس النيلة تجمعوا يتجمعوا على مواجهة المختص بالأردوم ويعرفوا كيفاش دار ليوطي توران وبسطوس فابريكان ديال السيجار في وحران حتى حزوا بليدهم للصعيد. شكون نتاع ليهم ومنين جاهم الإذن يسيدوا فيها هما بعدا؟ شكون باع عليهم ولا خداو البلاد بالقوة؟ والقبيض اللي جا من بعد 15 يوم عن اعلان على الدايره. نعم جمعوا لها شي حاجه اخرى من غير يدي 5000 فرانك. واش على 5000 فرانك القبيض غيجيب معها 10 كاميوات سبت جيبات ديال لاسكار وبلا ما نهضروا على عدد ديال تنوكا؟ علاش هادشي كله باش ياخذوا 5000 فرانك؟ الحكومة الفرنسية خسرت عليها ملايين ديال العتاد ملايين ديال السلاح وتعطى الأمر ديتاشمون كاملة بقيادات جينيرال كوموندون ديفيزيون ديال الوحران ونزل الطيار ونزل كور وتفرق البومب والقنبول ومشاو فيها العسكر نساء رجال والأطفال وديتاشمون في الجنوب وواحدة أخرى في الشمال ديال وجدة. علاش؟ باش ما تكونش مظاهره ديال التضامن مع بنيز ناسن. اش داروا بنيز ناسن؟ داروا داكشي اللي تتعلم فرنسا ولادها في المدارس يدافع على بلادهم. بنيز ناسن والتراب مقدس ديال الجدود وحفاد الاحفاد اللي هجم عليه معتدي مغتصب مستعمر مشات ارواح بشريه ما تتعودش
وما يهوداش هيتامان. 1200 ديال البشر اللي تقتلات على قبل الدائرة في 5000 فرانك مستنى عام وفبركة، واليوم غيدوز في الحكام هاد شوية من الناس اللي باقي حيين من دوار صخار في ولاد مراح. سميت الدوار ما كيناش، لا في محضار ديال الجدرمية ولا في ديال العسكر ولا ديال المحكمة. علاش؟ هاي تنحب وتقتل مولهي والدوار تحت دم فوق كل من رفض يخرج منه. وهاد شوية من الناس اللي شات من الدوار متحم باللي بهيمهم، دخلت فيرما نصراني ونصراني خرجت في البهيم، والصراح الصراح رد عليه بالحجار، والفرنسا حركت نوقع باش دفع على مول الفيرما، والخيمة الناس تحرقات والدوار تمسح. 43 عام بالضبط وفرنسا باقي هي هي، والشعب المغربي باقي هو هو تدافع باش تتهو الوقت على بلادو وشرافو. دابا عاد شاب متحم ولو ما تبتاش إدنتو، وفرنسي يقتل يذبح يسرق ويلا يحسل، كلمة واحد كفي. يلا سير دخل داركم، غونتري شي فو. ماشي حشوم عليك؟ يلا خدات لي مونيكت، بغيت غير نلعب بها شويه. وديالك فين هي؟ ما عندهاش.